السلام عليكم. اسمك وكم عمرك؟ اسمي ناصر وعمري 15. والنعم يا ناصر. شو يا ناصر؟ دكتور جاهز لعرض الستاند اب كوميدي؟ ايه بس تجريب اليوم. شو جاي تسوي لنا اليوم يا ناصر؟ ستاند اب كوميدي. ستاند اب كوميدي؟ جاي تضحكنا يعني؟ اكيد. حلو جميل. ايه بس لازم المرة تكون نكتة مضبوطة، مو مثل كل مرة تنسى وتغير بالكلام. لا ما عليك يا دكتور. احنا لازم معناتها اليوم نظبط لك اسنانك عشان العرض هذا. عمرك 15 سنة ومشايف انك صغير في السن شوي على ستاند اب كوميدي؟ بالنسبة للسن لا تحاطي. حلو. ايه بس اخفف حكون علي. لا ليش تحكون علي؟ اسنانك صارت احسن بكثير من قبل. هلا بالعكس بيضحكوا معك مش علي. هلا احنا تقريبا خلصنا 50% من العلاج، الباقي بيعتمد عليك. اهم شيء ما راح يكون في ابر. طبعا في بعض الدكاتره يقول لك تعال يعطيك البنج ويقول تعال بعد ربع ساعه، اما دكتوري يعطي البنج بسرعه ويشتغل عليه بعد. يلا يا ناصر قول. ناصر يعطيك الف عافيه، ما شاء الله عليك ضحكتني موهوب ما شاء الله. حد عنده اي تعليق؟ صراحة أنا أول ما دخلت علينا بالمرة يعني قلت هذا مستحيل يضحكنا أبدا، بس ما شاء الله عليك موهوب موهوب وبس بدك تدريب. بس أبي أسألك متى بديت ستاند اب كوميدي؟ والله من بعد ثالث جلسة مع دكتور الأسنان. ثالث جلسة مع دكتور الأسنان؟ ليش عادهم زين؟ أنا أبي لقب هاي الدكتور، أبي بكلمة بتفاهم معه. بس ما شاء الله عليك ضحكتنا وموهوب، واكيد يعني بنتواصل معك. جزاك الله خير يا ناصر ويعطيك الف عافيه، موفق ان شاء الله. الله يعافيك ناصر حبيبي. الله معك يا اخي. انا دكتور فراس. والله ضحكتهم وقالوا انه بيكلموني بعدين. اتوقع ان شاء الله. Much time at all for this to grow, and I think you should know before you might have second thoughts. And my tongue ties in simple knots.